السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بنفسنا ذلك استاجوب تاعنا دوري على الكسر ولا برنامج كي قلت او هذه موضوع حالي سي بحسو او اي سو بليسو هذه السنين دي بدا وطان تلفزيون عالمي كالسن تي في برنامج كاسو على با عليك انا سالم علي انا هكر ان كده دينو برنامج كان قلو انت بدون لحينينا فافعينتا اما كشاكينتا لباطنو دفكا صومالا دميالك السابق وعيستا ان انو برنامج كان قلوت نوغو معداري وحبادنا امور دا صومالا دا نوغبتي هدو داوية البرنامج كان عاو وحا او كساب سيناي برنامج صومالي او داد هرائي بدنقو مقشين تي بي ايدا صومالي دا او غادي ميشا صورو تنامي اي عين فرعاد بدن ميقب سدي ودنكا صوماليا هسي شيء أنت صباحي نقطي متكوتين كوتين ودولة هندية أي كوحد دولتي نبي يرى قانون ليس تضع أولا وحيدا مع المركي ليس كودر بخور إني ولاتن إني سودن إي سديد أي إني مرى بدا ودنكا سي هندية أي كوتين كتين بدا صوماليا كون يسقال كون إي إلاني كون إي كون يتونكي إلاي إلاني كون إي يتونكي بها أما لبني كون يتونكي يس إلا إيمانتنا وأي كحرين أحسن كل واحد أي رجلات وحكاسي كحرينين بلين الصورة في نور آدو فربنا أي حق ونكسو بحينا ليرا أيو إيرين دولة الصومالية من سفارة الصومالية أفريا ودن كاسي هندي ورليرا سمر قدر كسحرين وخلاصوا أيو يسحين سيدا يشيغين إن أي قرطان إلا يدن لقاء قليل حسي يشي دولة هندية inkii jaadka ka ahaa waxa uu dhalinyarada ku xukumay sida inay qaarkood sida ay sheegayaan ama uu ku sheegayaan in dhalinyarada tuugashada uu xukumay hase yeeshee safaaradda Soomaaliya arrintaasu waa ay diid ah madaxda Soomaaliya runtii qaylanaan ayay ka keentay haddaba gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro xaw zaharkiin oo joogta waddankaasi Netherlands ayaa booqasho ugu tagtay dhalinyarada waxaan jecelnahay insha Allah in ka taraafika inay la soo gasho waddankaasi Netherlands traffic sida aan jecelahay studio waxaan ka rajaynayaa farsamo yaqaanka aadan inuu shaashada noo soo saaro taleefanka studio Constantine oo uu filayo 023-397-8824 halka ayaan barnaamijka nagala qaadaa dhigi doonaa insha allah barnaamijka caawa oo ana dhalinyarada meesha halka ku xirmay runtii laba dhalinyaro ka mid ah ay halkan ku geeriyoodeen kadib markii la sheegay xagga caafimaadkooda in ay dhibaato kasoo gaartay maadaama ay muddo halka ay ku xirmayeen sidoo kale waxaa la sheegaa dhalinyaradaasu in ay soo mareen dhibaatooyin jirdil ah runtiina sababa ninka soo caawiyay muujin kareen waxaan jecelnahay barnaamij wixii la soo duubay oo kilib ah runtii quality fiican lahayn laakiinse soundscore lama maqlaayo codkiisa lama maqlaayo inaan halka idin kasoo sii deyno waxaa kaloo jecelnahay haddii ay walaasheen maqlayso saraakiin oo joogta waddankaasi Netherlands oo iyadu u tagtay in ay barnaamijka nagala soo qayb gasho taleefanka waa kan waa sidii aan sheegay سيدي الشيخ وششد بكم إن شاء الله مركب دين القرآن أخيانا من رسول الله صدى سعطان ورشد بصوم هالأم من القصة أي كنت عن تحسين الشيخ بقول إلا الله تنكا دنيا رأسي وحاولنا كحيسي بدي أي رأي صوماليا أي إنديان أوشن هل كاسو دولة دا هنديا أي كحر بنتي صدى الاستيد كمي ودنيا رأي أي دي شيء بقول إلا الله تنكا إلا تكتري ولما تريد بدك صوماليا عدالة دردة أي عالم كاكوما يحسين الشيخ دولة دا تغبيرسا كنتي مينو حينو حسي شي صاحب الصومال لفتي منه بحيث تقبتي منه ميدا هالك عن عاو كوخالا ديك دونه وحب برنامج كان يقلق يبين دونه هدينا دينا عارض إحنا كسوا بلاده وشكري أو كبر صوماليات شكري حمد وكبر صوماليات ودك صومالي ديدي شكرونا صادة سعطان يدا هو يمتي أدي أدقي بدن أو أولي سوتاقين مراكتي مجتمع صوماليات من موضن فهم أوتو موضن كي صومالي هم أوتي فإيسا أحمد والله صعط علينا لنا حق إنترنت فإيسا عاول محكمة طاي صومال أكتيفيستي وضن كارونتي دكتور بضنو عاوة تانكو حرلان حق فيسبوك أتقارك لأن إنكو منانكم أي عاوة أي صور علاج سنو كربو حقيقي لنا دينا أي جميلة فريدة هون أو كاميرا قدرها صومالية فإيسا ولشقيان أورونتي حاجة إنت حاجة إنترنت كان فيسبوك رنتي دب أدي أدو فرمان أي بحرين أنا قلت عنا وإذا برزنت كان وبرامج كنت داوران
garhaan wadahan fadlayaa Soomaali Milk Studio-gan ha ku soo dhawaada aan ku bilaabo walaashay shankaroon oo runtii xaaladahan si fiican u socotay qoladaana mar labaad aan idin baro maxuu ahaa faa'iisa iyo run waxay ka tirsan yihiin qolabad ka meelado oo maalin dhameed banaan wax ka sameeyey maxaa la yidhaahdaa wasaaradda safaaradda Kenya ay ku leedahay waddankan markii Kenya ay ku andacootay in ay dowladda Soomaaliya ay ka iibsatay dowladihii la soo dhaafay shankaroon maxaa nooga tilmaami kartaa inanay laaqaa ku xiran iyo intee in eeg ayaad kala socotaa xaaladdu meesha ay marayso hadda asalaamu calaykum ducaa wanaagsan tahay tiigii kartoo waa mahadsan yihiin inta soomaali maanta muuqaalka ii muuqeed ujeeda kulligii waa mahadsan tihiin waxaad ilaahay kulligiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa aniga qabaal ugu soo gaaray sebtembar ilaa haddaan ayaa wiilasha ugu horeeya oo aan ka tirsanahay dadka aada iyo aada ugu xiran ee xabiska soo wacan gabadha walaashay oo u tagto horan joogto zaharqeyr allah siiyey soomaalinimo nimo ayay ugu tagtay wiilashii oo cid lacagsiisamaan iyaday kasoo gooday inay soo booqato wallaahi waxaa igu tiiraaya sebtembar ilaa hadda aynu seexanin wiilashaas wiilal iloogu waayay lix sano ayay xiran yihiin dowlad fiirisa maale bini aadan u jexjexa maale waxaan ogahay oo akhbaaro u dirnay madaxweynaheena xasan sheekh oo kilibka aan sebtembar u dirnay oo yilbaaqaan diray oo banaanbax xamar laga sameeyey magaalada muqdisho oo kilibyada inoo soo direen lilaa wiilasha waa la dilaa horta wiilashaan waa la dilan yihiinba lix sano dad xiran oo la tartumaynayo oo la abiisgaraynayo oo maxay dad burig lasoo xiran meel lagu xiray dowli iyo bala ay joogaan hal xil dhibaana beer u tegay markaasaa laga bedelay meeshii ayaa xabiska caadiga la geeyey marka xabiska mid caadiya maaha wiilashii labaa meesha ku dhimatay baahi iyo jirdiil iyo rafaad ayay ku dhinteen safaaraddana way og tahay oo abyar ayaa ka mas-uul ah oo safaaradda joogto loo soo gudbiyey gabadhaas waa gabar lix sano haysatay waa hooyo soomaaliyeed waa qof bini aadan hooyo ah maxaa u diida damiirkeeda inay xitaa soo booqato sharci ahaan inay safaaradda inta baxaan fasax ka samaystaan xabsigii ay caruurta soo booqdaan maxaa u diiday manaqaa waxaa u diiday safaarad anaga nooma aha nooma fadhiyaan soomaalida meesha fadhiyo ani waxaan dhihi lahaa xasan waxaa tirtaam halaysiiyo waqti kale waa kugu daraynaaye wiilashii hindiya waxuu qabo waxaan aada uga xumahay madaxweynaha gelmudug oo hindiya tegay oo isoo daaweeyey oo asagii soo baxoo jiranaa oo liyakaal umo war waxaa tagtay bombay biilisha waxay ku xiran yihiin bombay banaankiisa oo baadiyaha salaan inaad ugu tagtay waa diiday war baawar aad leedahay basport diplomatigaal halowd waad u quuruweys war maxaa madaxweyne ku tahay waxaa kuu soo haray puntland way ka buuxaan waagii farola caruurta la gurtay war maxaa cabdiweli oo wax kale mashquul ugu tahay oo caruurta soomaali ugu heli la'dahay war siinaayo way ku jiraan war maxaad ugu heli la'dihiin dowladda soomaalida maanta dowladda isku sheegayso war annaga hooyooyina oo qurbo joog ah oo dhibaato nahayso ayaan caruurtana xabiska u ololayna oo meel walba taagan waxaas waxaa laga keena waa damiirka waxaa laga keena soomaalinimada waxaa laga keena hooyonimada war maxaa ku toorantii boqol calan baa samaysateene caruurtanada aawiyaa u maqan sheekh xasan ma rabtaa inugu doorto waa ku dooranaynaa daacadan kuna sheekadan loo qabyo war wiilasha soomaaliyeed kasoo kaxeeya meesha way ku dhibin yihiin xaaladaan midaa xabiska igala soo hadlay baahi bay waqtinayaan tii bisha bay qabaan war tabaraa waalan oo maanta dadkoodii aqoonin say waalidkooda qoon haddii muqdisho la keeno xataa diyaar laga soo dejiyay waa su-aal taas raggaas oo fiyoona waa la kaxaystay hindida international communityga arrinkaa maa fasaxaye inay noo imaadaan ayna waalaan say rabo naga samaysaan ayna googooyaani war tara adinka idinka marne nala shaqeeya oo gacanna siiya haddii kale dowladda soomaaliya waa ku ceebaysanta maaha inaan xiganayo waa idinka daalnay waxaad awoodiin male wiilashaas waa inaa meesha kasoo kaxaysaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo ad halkan oli daawadasada socotaan wax runtii laga xumaado in bulshada soomaaliyeed ay idisiloodo in madaxda soomaalidu ay hilmaamaan shacabka ay sheeganaanen inay maaragtay iyagu matalaan maalin walba inay caalamka tegayaan runtii waa dhibaatooyinka dadka soomaaliyeesa runbaloodida runay sada socotaad u adaysataa baalkii waanaga imaanin jiray banaanbax u sameynayna maaragtay badda soomaaliyeed ee kenya ay damac ka gashay inay badda soomaaliya ceerasha dhibaatadooda ay ku jiraan inay doonayeen dhalinyarada dhalinyarada soomaaliyeed indian ocean yani ilaa iyo 380 kilometer in laag baynu ku leenahay ama 320 dhalinyarada waxaa laga kaxaysa badda soomaaliya dowlad ka dabatay sheekh shareef baan ka dabatagin walaatanaan ka dabatagin walaalasii sheegaysa ama qolada waqooyi ama qoladan kale maaragtay bari puntland ma maaragtay arrimahan sida ayaa orataa shaqsi ahaan
dadkan Soomaalida xuquuqdoodi iyo sharaftoodi iyo Soomaalida inta aan wax ka dhigin intee in ay baad adoo aragtay in dowlad Soomaaliya ama shacab Soomaali ah xuquuqan karaan dowladba waxay leedahay maamul waxay ahayd dadkan la haysto markii la qaadanayo qof walba arkays waxaa laga qaatay magaalo walba ee Soomaaliya ka mid ah waana arkay riisiga loo qaatay waxay tahay wiilashan uma la haysteen dadka maraakiibta waxay ka guranayeen malaayo badayna dadka shaamiga ahayeen runta waa la qarqariyaa waxay la qarqariyaa aad ay folxun tahay raggana waxay dhaheen badayna nooga bax waa shacab ma haystaan hub ku filan dowlad ma aha wixii difaacaya dadoodii dhulkoodii dadkooda marka raggi lagu watay iisi ee la haysto 2012 until now waxay ahayd dowladda inay u istaagto ay wax ka qabato hindiya soomaaliya way siman tahay dowlad dowlad kama xoog badno waxay inoo dacwoodo lasoo saaray ragga xabdarada lagu haysta ee tiibishta u dhacday xabsiga dhexdiisa ee isbitaalka iyo la geeyay iyo xabsiga aan kala fogeyn ee la siinaya saxanka briiska ee cad iyo kooka biyaha kulul soomaaliya waa sheem sheemay ku tahay dowladdeeda yacni musharax cusub iyo maamulna waa habeenka xalatay runtan bas shankaroon aan ka dhex galo waxay tahay xasan oo ku dooranaynaa shankaroone oo ka xumaaya in soomaaliya qof dambe loo doorto qof ilaahay nooga keena meel kale qabto mashiigin soomaaliya shacabkeedii indii iska daa xabsigeeda meel kastaa lagu cunaayaa annaga waxaan dooranaynaa in wadalka dalka iyo dadka u fiican uu ilaahay noo keeno dhalinyarada saxabdara lagu haysta waa in lasoo saaraa waa inaan u dagaalanaa waxay cunaan ma haystaan meel jiif fiican ma haystaan looyaro ma haystaan waa shacab soomaali gabar baa waxay u tahay safaarada itimi indii u fadhido warqada baa waxaa jira layiri sidaad shakaro sheegays waysaangaray wada ayagoo akhrin dadka dad geel raaci jiray aray aan iskuul weligood dhigana ahayd ma ahayn waxay ahayd interbetra loo keeno loo turjumo wiilasha dembi ayay lahayn baa lagu qartay dembiga baa xabsi loo dhigay marka waay anagoo soomaali biibala aan ahayn libaaxi africa aan ahayn dad la yaqaano in shacabkeena meel kasta lagu cuno dowladda ayaa saas noo gashay dowladdeena daciif ah dadkeena ahay dad adag shacabka daas way loo duwanayaa aad iyo aad baad umahadsantahay waad ujeedaa faiza dowlad ahaan iyo shacab ahaan ummadda soomaalida runtii dowladda keliya maanta waxaan qabaa haysan dowladda keliya xataa shacabka soomaalida inay completely ordaan waayo badeena laga qaadanayn soomaalida lama odhanayn waxaan la odhan jiray parets dadka soomaalida lama odhanayn hase yeeshe waxaad moodaa kaalka qubnaan dowladda iyo shacabka labadoodaba in ay maaragtay inkastoo dowladdu ay hadda caawa blameka aad siinaysaan haddana sidoo kale shacabku qayb bay ka yihiin maxaa ka horreeyeed arrintaa iyada barta asalaamu calaykum barnaamijka anigu haddaan aragtideeda dhiibto haddaan ahay faasaawil arrinta horta dhalinyarada ku xiran hindiya waxaweyaan dhibka ugu sii badan oo meesha ka taagan waxaweyaan dad kasta sida run sheegtay waxaweyaan dowlad bay kasoo jeedaan dowladdaas waxaweyaan xita yani dowladdu markay tahay dowlad oo aan weak aan ahayn dowlad stronga dowlad oo la aqoonsan yahay dowlad ixtiraam loo hayo dowladaha kale markay for some reason kastaba ahaatee horta kuma dhici karaan inay badaada intay usoo xagudbaan inay dadka horta ay ka qafaanaan taas horta ma dhici karto hadday laakiin dhacdo oo marka iyagu ay dowladdaas matalanba sida hindiyo kale hadda hadday iyadu ay leedahay dhalinyaradaas matalanba dembigaas bay galeen haddii ay dowladda soomaaliya ahaan lahayd dowlad ixtiraam dowladaha kale ay u qabaan sida hindiya oo kale wargelin baa markiiba lagu soo sheegi lahaa loolan lahaa dhalinyaraasaa matala baan qabanay riisankaasaan ku haynaa dowladdana markaa waxay ahayd inay iyadu ay markaa tallaabo ay qaado ay tagto ay ogaato what was the reason oo dhalinyaraas loo soo qabtay okay laakiin sida hadda ka muuqata waxaweyaan 2012 waa mar ay dowladda soomaaliya kolley aanay ahayn dowlad matalanba yani maxay heeto hagaagsan aanay ahayn quwad aanay lahayn dhibaatooyin badan jirtay laakiin haddana waxay ahayd dowladii ka dambeysay 2012 sida for example hadda oo kale xasan sheikh waxay ahayd inuu isagoo kale ay haato waxyaalaha yani ay tahay inay u tallaabo ka qaado oo kale marka taas waxay ku tusaysaa in dadka xilka loo dhiibayo soomaaliya okay inay yihiin dad aan u bislayn siyaasadda mushkiladda inagana haysato oo dadka imkada waxaas imka lagu noqonayo
يعني هديت هاي السفير كاد إنجليزي يجوك هاي هديت هاي الحوينا هديت هاي جواها مسيرة وكا ده عن إكسبرينس في عن آل هن سياسة دا سدر مسيد أقون آل هن لقي أبو وحبر شود إلي هوسيسو أهرت ما بيقول لودي بيا قف كبر كمان والكبر كلودي بيو ما قرنيه محيه تو public relation في هذا الرادو كله ما هو كبر أبو ما قرنيه مركا واحد لقي أبو إنه إنه ده كان عن إمك عن إيد صارينه إني مين بدأ أعرف هالسنين بروحهم كله بس قف قديم كلودي بيو حيل لودي بيو هدوم الحويري هاي هدوم for example كل سفير كا حتى أنا هذا British passport كان هستا يعني تدي مركا ما راح أركض مركا دوا أفريقيا دوا كان أنا هرو وتدي وكره شوي تبغى روح أنت British embassy أنت حتى passport كي يقول نجا for safety reason وكا أنا إلى هذا نبغى نشوفه whatever so if anything يودع ده مركا سفارة دي ديجا صعته سنة يكودع ده مركا سفير كو تشوفه هندية ولما نقول لك يقول هو قبض أو so surprised you know سنة كودع لإني يعني مركا what kind of job قبضنا ساعة دي تار إلا تاسو سفير سفير كوحي سفير كوحي وحرير كا دولة دوسوق أفرديو إيا دولة دا صوماليا مثال موكرة مركا what is her job أنا ما فهم سنة واحدة إيش قدير مركا this is the problem ساديات وانا سنة صعوتان وحان قاضينا سغالي طبان سنة تمر ليرو كحرم ودرقاسي هندي وإلا أيو لحسن مدو لحسن كحرم والله كميدة لأن الأسي أن لو حري أي كك حسين توردي هندية عيلك هذا مارينس كأن كك حسين برد هندية لأن الصومالي أو هكا كانوا كك مارينسين صدق يستد كبرى ويكون الفوائد هكا لأن الغار كل هكا كحرمتي ما هي أدرس أي كسر جاري مركي أي الصور لي هذه عصيرة لأن ما عندي سليم وحبوي مركز كبير دفاعا عرب مركز صور وحبات ذوك التاجن تايدك وفطر منها كفقيا تولد الصومالية إيو دنجنا هذا الصومال الفريق مسيس أبي رجع على المقلد ونجعله وحصلنتي أدي هذا الحمانة إن تولد الصومالية مركي لو بعض وليدي لو بعض كنتي عن كومنت عن كبحينك تصلوا كتر كتر زيسا هذا حصلنتا هي تيل عنتا إيو أو مدربة إيو مالك تي رسبونس بمسؤولية دربة كم قطع دوردا سومالي بودهان هي قارحان حتى مركي المدرو كو قوة سير مغليسين عبدالكين و ملحينا قلودك إنو هالكا تهي ودارين حتى لونك وقراميديس و سومالي هالكا إيجوين تدنا عن لونك وتهين سير وصعتين دقالكي كالك حيو إن أي لونك وحب إيه هالكا إسكين سورجيو كو تقالماين خانيا و تقالماين قلودك خانيا و تقالماين محوها بنتلان وبنتو وحوة قبيل مركا هذه قبيل واحترائي حتى رقام حا قبيل وحلو وخبو وانتا عم عاو دولو انو كلاوة جنو عانتا على الهين ذري ان عام الشيقنو مرين لاسو حيب هان مشي كسو جيدا امرو بي انو ومأنا دمعا لكن انو كو عابينو كو مانو ذكا صومالا ما حسو جينا يا تقا كغنا ينا تقا لا عن الله بحنين يوقت عن الله بحنين بلشكري او ايدو كبدا هنين كاعتك اقيمة بضميذن هنتي very active ah wada ka yiga kusoo maharinta aad ku horumayd balan halka ku xirin shukri bismillaahirrahmaanirrahiim waxaan ku oran lahaa waxaan ku oran lahaa marka uu horeeyso orti ilaahay u soo fududeeyay dhibaato aniga askeena way qabiil ii balaaya ku jirna qabiilkaas hadaan ka tumidoono wax badan aad tiri karnaa dowladda Soomaaliya wax badan ay qaban kartaa laakiin intaan qabiil ku jirno ee qabiilays aan ku soo cuno masakiin dad wax wax loo tiri karo ma aha ragii inta soo baa inaan mudoonay ku fiicada marka uu horeeyo okay waxaan arkay waxba ka sii doonaa laakiin shukran baan ku leeyahay walaal ragaan kaliya ka sheekeyno oo soo yimaana caaw maxaa ku talagashay maadaama idinku aad horumarinaysaan anigii saaxiibada sar kin محاكو طالب شيء من هذا ما نصعنا عمرني سوبي ما خدت كذي سوق شان رجيني لكن محاكو طالب شيء هذا السوسايت هان ما دام تين هو يسوق عليه وهم تدك سوق على هذا والله والله تدعى لأني أنا ما تصدق ما أعرف يعني وحان هنان تعاون ماشي الأوكيان برت الصومالية مرمي إبسكاتو لكوا ريب تدوينها صومالية تعاون عين كون ونقون عيو وحان جيرو قروب لينا هو ساوت أفريكا مدنين وقصالين صورنا فمع عاونو ميليشا باهي ويجفتا لانو هايستان وبرتون هايستان إحان لان تربي إسكا سيحوان قبل وراشي صو أرتريها دول ويدونك عاون مرتا مركا أنا وحانو طالق اللي نيني دي أيام بين الواير دورة رجع يصير تر
oo jubba xawlaadeed joogo wiil Soomaaliyeed ah in lacag loo qirib kareeyo way soo codsadeen Soomaaliya weyn way ka soo codsadeen in gacan la siiyo waxaan rabnaa in UK xog saarno oo barnaamij safaaradda Hindi ku barnaamijno optionka ugu weyn kaas waa dhaqdhaqaaq ugu fiican UK u yaala midda labaadna in aan lacag u ururino Soomaali Maxamed ee bisaajta aado oo ay kasta Soomaali aado oo wiilasheeni oo walaalahanaga oo wiil Soomaaliyeed oo u xii Soomaaliyeed waxa uu talagan walaas Zahari Xaray ee leftii barnaamij uu qabtay Soomaaliyeen ah waran waa la isku raacay lacag la ururiyo si loo yaro qabto muhiimada kaas waa faa'iido inta badan dadka Soomaalidu ee dowladda Soomaaliya yaa la adeeyaa ama waxa Soomaali laakiin hadii loo baahdo si waraal leh tii ama lacag loo wariyo tii ilaado ama mashiin dibadda u soo baxda halka isaga mashiin Soomaali ah ka jooga marka maxaa dowlad Soomaali kaliya loo adeeyaa walaa horta si marka hore aan sheegay baan ugu markii hore mise hadda aan marka hore runtii dowladda Soomaali way eedeen jiray hadda laakiin maba eedeeyba sababta uu eedeen waayna waxaan ogaaday my own conclusion inay maybe ay tahay reason ka sida marka hore aan sheegayba oo madaxda Soomaaliya ka talisa hadda waqtigan xaadirka in at least 2010 laga bilaabo until today oo kale reason maybe mashaakil kana la jiraa wuxuu ka qaban waayay inay tahay lack of experience you know oo laakiin dadka aanay qarinayn taasna xitaa haddii aan dib ugu laabano arrintii badda in anigu waxaan rasiibay marka la leeyahay badda gadeen inaanay baddiiba xitaa gadinba ay ahayd sheekadu inay ay markay saxiixiyeen information ka aanaygu basically aanay ogeyn waxay saxiixiyeen because waxa weyn inaga Soomaali waxa weyn dadkan dawladda yani imka dunida kale waxa marka qofka la dooranayo yani qofkaas waxa uu qof maybe laga yaabo 10 to 20 years experience leh in siyaasadda inaga waxa laga yaabo qof restaurantkan iska fadhi jiray in hadal uu yiraahdo waxa laga dhigay masafiir ama waxa laga dhigay who knows maybe xitaa madaxweyne so that kind of things way problem ku tekeenisa taa aan ka soo kacno aan waqtiga yani aan soo yara gaabiyo tan dhalinyaradan in hadalana sidee lagu gudbin karaa anigu aragtideedu waa two things number one horta dowladda Soomaaliya waa inay soo cadeysaa wax ma ka qaban kartaa arrintan mise wax kama qaban karto yani waliba wax weyn muddo gaar ah wayt maxay taa anaga for 1 month to 2 months waxaan waa urgent matter weeyaan waa serious matter weeyaan within the 72 hours ka soo socda they need to do something about it laakiin reality markay ma fiirno oo qof maanta la xiriiro Soomaaliya ma jiro me hadii mid ka mid ah dadka deggan Ingiriiska Soomaali ambassador ma jiro dowladda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamed daa u baahatay Ingiriisi sidaa bay marka there's no connection between the community and politicians yaa dowladda marka caawa leedahay dowladda Soomaaliya lala xiriir yaa la xiriiriso caawa specific leedahay ma jiro qof maanta lala xiriira Soomaaliya jiro ma jiro okay that is the reality anigu waxaan iminka la hadlayaa oo codkaygana aan jeclay inuu gaaro qof kasta oo Soomaaliyeed horta oo qurbaha ku nool yani dadka Soomaali jooga anagu ma sheegino dadka qurbaha ku nool inaga Soomaali hadaan nahay horta mid baa ku fiicanahay iyadoo aan qabiilo isku dilno hadana waxa ku fiican qof Soomaaliya u maleen maayo qof kale Soomaali isagoo arkay inuu baahan yahay ama dhibaato hayso in ka gudbiyo no matter qabiilku ka yimi waa markay kaliya inaga Soomaali aan yani aan soo distaagin weeyaan marka anigu waxaan oran lahaa in talan waan ku siiyay maxay heeto shakron before inta program soo gelin in badan hadda imkana very quickly waa inuu lawyer in India la qabtaa okay lawyer hadii la helo sidax sana waa in yani la blaaba in la sameeyo donation dhalinyarada lacag loo ururiyo qof kasta Soomaaliyeed oo qurbaha jooga khaasatan gaar ahaan Ingiriiska because Ingiriisku waxay saldhig u tahay
قف كستا أو صوماليات أو دنيا كمال يعني يمكن مال كستا أو فند هذا أرتي دولتين كذا هذا المحيط وذاك كله إنجليز على أموريا سيد مركي ورا 20 years ago عرفت اللي هو موجود شيء بركان حلا قف كستا قربها كمال إنجليز كا يوروب تك أردن ويبقى هدي أي ناس وصلت درسوا أن سكيلز كي تي بيان كبرانو أو عقل أموريا دنيا سيدي وجود خصلة بدن لو قال لها why هرت الله هيستنى سوى number one because the why الله هيستنى number one إنه وحين يس والله سوق عطيه بضع لكن why الله هيستنى ويني بكرة نقطة why الله هيستنى secondly سيدبا داري الله وصل صار كرا إن تاسنا حد وان سمعنا كرا لقى تنصب عن المدمت كل درام بان سمعناي and so دولي دلهم أنا مي personally حدي أن the 72 hours كصوص عطا أن أركواي أن مقرواي إن السفارة ده إنديا أما قبل السفير ده لوشي يعني نوع ما قانية أبين إني أنت تكتاي أما بحيت أنا قرر لو أنا صح ليه كرتاع سمر مسجد ما رب ده بنا نجيل الكرع ده ده شكرون تاي هذا رون تاي هذا أنا دعائي دود عليه هيك تايسن تي في you need to clarify سمر مسجد ولما very very quickly سمر مسجد why I could علي until today إلى تواب أكيد بحيم بدي أرنتاس I'm so good. أصو عن مسلم هاي حس يجلس يجلس يسرقون خالك شقيق أو كشقيقنا نربطنا أيامان الصومالي لغني أما أم بعض الدروس الوحكرة وحتى لو قدر أن فهمي اللي تذكر على مسؤوليد أم صدق أطعم وضمن بارو كسو من الكويا ما وطن كان مين رجع حرر وسعر ده يوم يدبدو من بربيلا هذا بعض الخوف الفريو from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock بكرة واحد جرى 24 hours وذكر إلى حرر الصومالي موجود حس الشيخ عام نقل ذات الفيس قبضتي منا عيو والدنسية مهي ليس مركا وانا صدرنا يسطا مركا شعبكو ان الرأكشن هي مدى الرب فون السيدي وضع ركتا ان يشير الرئي راس وحلو الله خبصي ورهو الشيخين و اينو الانترنت كوضع جرتا سومانا دون تسعود يجوت و من حمصرا عن راح حمصرا اينا كنت اكون مدارو اينو ونسي مركا اينو فيسبوك ونقوم عن قرصن تيوي مانو مركا دورك سومانا دي صوفريستان أنا وايدي بريز كريم لكن يبقى أبيك خاطن هو يمين ك لنيرو سومالي رجع سومالي وعبيات كا إني رجع إلى حاوي يدي كمر كاتوشان يكون صصا ودمش تكتان وسويتان أردت أسد الله كلي تروي هات أري ولاك سوا لدام أنا جديدي أنا كشرو ليه فس حسمي كرنا برنامج حسمينا فيلمان حسمينا إن أركي ندب وديكم أنا حاوي أسبوع بريك 4 weeks إن شاء الله أقول رس جاين هنا إن فيسبوك إن شاء الله إلى إن ضد ورالك 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 ومن صومالي كنت أنا أدي أدب أنا راح نوصل لكن راح نصور وعي دولة بارس بوس بالنجاة قاضي دولة بانلين هاي حس الشيء يوم أنت بارنا كنت تقدر مركز تيدي لها لو قف ينجع البيدي لها لو سير رجع إني كلينا شعبك هنا دولة مراها ونورتهم تعمل كستو مركز شرفت هاس درادة ee waxa soo sameeyaysan tumaar aan idin rasbad la aan idin taalo way hadii dadka ay la xumeeyo tumaar aan rasbad ku balid adduunka aniga markuu waxaan dhihiyaa wax kasta oo shaqo kugu baxo adiga iyo rais baarlamaanka dadka meesha ku jiraan iyo gabadha u dhiibtay ee tiri ee safaarada ku tiray buuxa masuul ka noqo in qaar ilaah si waa hooyo u maleeynaa wiil uu dhashay ee kulayba waxa qof naxariis waa inay noqotaa waa in dhalinyartaas iyada loo yiraahdo loo gur sida dhaqso ugu badan مركا دولتنا الصومالية وحوي نواقبته وحكرنا وكسوينا إلى وحقبته ما هذا واحد من الجوجرة بكل جور كان الجوجرة وسوينا جوابا سوينا أديات دوينا إن شاء الله وحن قاعد سوينا ترافيكين نقصوا عن أو تشاشون كارك دونتان أمدشان بكل شيء كده
biya cad subaxii nin saaka salaad bariis cad la siiyey ilaa caawo dhan baahan oo muxuu cunayaa
والله وين صبح الهاي ما راح اعطيه الهاي معك هنا اللي له ويش مساكين انت فيرما دولنا ما هي سنه شعبك الدوله الصومالي اولاد نكون مال بكون وحن كبر يا ياسين مقتشلة وبنا بح ورسومان لاني كبرنا بح وركبنا بح بدنا ورهيد نهر على البلان بح ورقع ما اسقف صدا انتو هوية وربنا بح دمر كاو حقبتي عيال رقنا ومقن عين ومقن صومالية احنا اسقف صن رقوا رباتي سنين والله حروح يقولين هدانا الرسول قاري ما نمت الربح بقول انتو نسيد وحاليا سيد تون او كرتي الى بناك وصبح انت كاي قده قول انتان قول ريد والدتين ولاليا روسيد اسكولام او قعنا السي قبلان ولاليا عاو ان عيسو يستيقن عن دعاء الاذا وفرحسن زارع وشكل قاماء ساق افريكا كريمة سو مالوين وحاكو سارتي نينكي داهر اها داهر عيسو اذا او ماتسنتاي لعاكتا او اروسي الهي جمالي اكو قيو لعاكتا سنينك او حول ولالو معانو وماتسنتا سينو ذهوش سومالوين اقرب الجوك ايو حكو كو قوي لعاك اي داس كبان جاس الفيسبوك او كقربي وحاك رجعين هاي او وفر يا اي او عاون الهوشا دعالي هون فوزي فو ان لوغ فيسبوك قبول بوالا او برسان يشكر تاسا الى اي انكبر يا اني انا مزاج كستان قرقراعا انا عاون الى اي انتك عبسنا لحد اسقبسن واي عرورتنا ديوان ومتاع دريهن دولت نامق المال ايلا اسكم مشقول وروح انا هاي سال مالي وروح انك مربنا ودي دين دوتك انا حقا بلايني صوماليا قرب جون اسمشا لندن ايا اعداد حيئة ولا ريال وبرنا بحن سمين ولا ريال وقحد هاو حرين ولا ريال ومستهين وعني مطلين اقوان من ورغير معركي صومالي نيم صوتي تحب سانتي يعني وقوع عبس كريبات ديس وكبرت مهيستان وضر مهيستان هلفنا ليستان يعني معاوس وإلهي كعبسن جوني عن الحلو قريبا مركب العقاوة دي تورتور أبيس كسامين وحيو كسامين مولو نيمو كان وقت إمان وايين تير ربيه كان إمان وايين وقتين ينتيد ورسو مالي اسكو تورتو وإلهي كعبسن على عاكي او ينتو حالي كان هو يعنا ويلش وانا قبابير او رق وانا قبابير نين ماما مقنعي قبلا هنا احنا اسقبسن هو يا دكتور حترتي هو ينك سومالي اللي قرر كي يسوي استال ريلون دوري كور كي يسوي استال نمبرنا مالو بنجيلينا وروحو دير وحاء ومدان waa ka baxaysa salaamaleeyaa aniga iyo in gaar ahaan run barnaamijyada qosolka aan sameyno qosol kama aha yani dadku markay daawadaan way qoslaan waxay u maleeyaan in aan qosol ay naga tahay hadii dib loo sii duuxo ababa maxay heeto si fiican loo eego wax weeyaan waxa imkaan ka hadlayna ma ka hadlaysaa fahamtay hadii qabyaalada daaya hadii taa waxyaala kale dhibaatooyinka soomaali haystoogeed 72 hours marka aan anigu leeyahay because arrintan wax weeyaan maaha arrin oo one month ama labo bilood waa arrin 2012 jirtay taas waxay already ku tusaysaa in meesha wax weyn uma yaalaan yacni qof soomaali hadda tahay isku tasho weeyaan ha ku tashanin haddaad ingiriiska ku nooshahay iyo haddaad south africa ku nooshahay iyo haddaad carabta ku nooshahay inaad taraaxdeedan waxaan ahay qof soomaaliyeed oo hadda waxay u dhacaan dowladdeeda waxay qabanaysaa taas ma jirto safaaradahan meel kasta la fariisiyey dadka la shaqaaleysiinayo waa isus wax weyn waxa yani
أو سيدا أود أقصد بدل سوار كسوه بديا شنو فهم تقول بقى في كلا حافظ كل هذا بروشيا هذا القصير في عمو فافا هذين ما قلصوا مني دينا نورسو تشوابتيد هذا تهي سفارة سفيرة دي إنديا محاي كود علي until today إن أنا دو ورع حد أنا صوصين دالك أناغا أو كلا أماشن كرونا كلا أو قربها جوبنا وأناغا شقاد إذا أنا يهين وديغا شقاد عادي تهي إذا until today أنا نسين محايته أما أنا يعني أنا أوران حتى at least وحلوها يستغلانيه وتحصى الوها يستغلعب مع صوصين so you need to really really you need إذا محايته أد هاوشن أد جشيد ويان هديك لان حرار لهابا هديك لان resign there's no point in school تراديد وحال سفيرات بانعي وماشان وليبا اندي انو انت بي اندي تو ليه تلاو ما يانبو كما قاعد انو ايادو شرفتي ايادو ماشي شرفتي ايادو ما شفتو بكوز عرمان هو عرمين اللي قلت لقل ايادو كاقبطو انيقا after 72 hours انو شنكرون هورانو اقاني you know and lakin today runti meeshaan ku kulanay in social media hada wax weyn si fiican bay runti maasha Allah u socotaa soo ma fahmin salaad aad bay isticmaalaan wiigana wax weyn waxaan sameeynaa maxayta barnaamijyo iyo maxayta sidii dhalinyarada lacag lagu ururin lahaa qof kasto Soomaaliyeed 1 pound only in East London kaliya 13,000 ma ku deganahay okay so hadduu qof kasto raado 1 pound ma nibi you know not talking about 10 pound 5 pound hita even anu ma aroon iyo qofku even 1 pound aad qofku diibo meel aan laga arki la aanu arkin meel election ka jiro oo dadkuna ay party iyo dance lagu jiro oo fanaaniintii iyo lacago fuqal khayaal lagu khasaareeyo especially anigu dalka UK baan arkaya marka hadii wax ku khasaareen san lacag oo lacagaha xoog badan leh marka election ku jiro oo loo heesayo heeb loo heesayo heeb loo heesayo in lacagtaas aakhiro waxa ay leenfacaysaa hadii aad inimada Soomaaliyeed ee maanta runti يعني محيطة إلى دينتان وحوة أنا وحرنسة شكراً شكراً إنتو ده بدنا دينتان وحنا العقا خاص بواب حسانة تنى نقصة عربية إن شاء الله أوكي أنا شكراً وحنا روح هالكا نورتا إن الله هالو سفارة هندية أنا لديم ما ينورت دولة عن قبلنا لكن أبيان إيوهي لش الله شقيق ويسوقهين والليحن سرقه حريهين هالمرفصح انتا قالتان مصابقة ويلشة
وماي ونوشيغن ولغت إلى الحكومة قصوما الأمتين زهر مدحي الله راجيو سبتمبر إلى جو تمرك الله ويليش وانا دلع قبرت صوماليين بيلبي وطبون بجامعات كبحار دي إنتي ولا لو كان إلي تك صوماليين حابس كمحيان كوكا شي نو هم ديه إلى نشيسي إيه مسكينون إيه سسر شاقي كو صوبو قطو يليش صوماليين ورهاد على صفارة وولدي او أبناشي مرع صوماليين كفر إذو محاد وإلوذين وقوي السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيات بعض ما سنتين داوري على مركز تجوتين برانشكو وها إلى مدى يلا صومالي إلاك حسي بدا صومالي بدا هندية ولوك حسي ودن كاسي هندية وإلا لوري كن إي طبان كيسي دير لي الحسن إي كل حلمين حسي شي دولتي شريف إي دولتي حسن لما نقول كوفي الدولم كلية ما عند دولتي قبلة حتى يكوفي الدولم شعكو صومالي نفتي ويكوفي الدولم كبدا سنجد عاو وحي أبي الأصمينين لأن يرى إن أيو قطان محاكم كبد بادية أما دي لهم قطو أما عن قطو إني مدرك لكوسي جيران حبسي غادة لأن الناس الصوماليات وحلو بعين هي الإيهول أرضا حتى ودرك إن الصوماليات هدي نمو بيبه ترنجين أما شنجين أما لا تنجين أدوحي وغيرو وقبلها نسوه غاجي إن شاء الله وحي دوني أمر لبعض إلي فيسبوك أرد كالسو حريتان أما كالسن تي بي توصل لسو حرير إن شاء الله تلفن نمبركا 023-397-8824 and I'm a Facebook video down for Isanira, come down and Hana Ayanira. Inshallah, Haka, I call him as a Sahibiyal. I got a tenant, Arita, Inshallah, Kosso Malu, I work up town, Lada Doraba, Shinka, Monta Labahra, Arita, you go on for Edona, Inshallah. Wallakam, Wallah, Iman TV Bahan, Wanima, and Merli, and Hapsia, Doniga, Kujira, Arajinia, Mahdo Somalu, but in here is Katuran, Sharab Doraba. و أي شعب كسرنا أبدا من الإسلام رجع مانتك عن طول تاني ولا ليه وليش أنا معينا هسي شيء هكفر بدن أي جيل بيت مفرين كل إنا أيام برينا إن شاء الله يمد الصومالية إثنين وحلقة تاني إن شاء الله كوش نوي مدة تمامنا لأن ما حنت عمان فمنو مركز بركة صومالية بركة حد كسر صار إن هذي المشي كسر مركز سبع كجون صومالية برامج كا وبرامج بومت أنا يا يدين هذيني فرسمي قام كنا وحوها آذن وقضان فرنية وحبرنا مشكا إيقاق القاتل شبه قولين عامل التفاملة شبه شكرون فائزة يقولني أنه دعاء وبرنا مشكا يديد هذه هنا برنا مشكا نظام الله برنا مشكا وبرنا مشكا قبنا كازا تي في وعطا ومدى صمالي من كسب عجيب ونكوة دولي بالمواني ينكوة لبعط الله يصادر وحان جيلنا إن شاء الله إن أنا مدد دبا سؤالك دولي بيك دبي في صوص عدم وحسكا واركي سال علي يسو انتا برنامج كان مدى من أكو كل دولي وأنه دعاء وحان كل رافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.